معنا اللاعب مروان الدير، يعني شاهدناه اليوم موجود في المقابله رغم الاصابه اللي تعرض لها البارح في الاخر يعني حصه تدريبيه، وقدم مردود طيب. شنو نجم يقول يعني عن المباراه؟ والله يخبر كل شيء سعادة، يقول الحمد لله كونه معناتها كمل الماتش وخرج لاباس، ونحب نزيد نقول حاجه معناتها كونه يعني صحيح تضربت قبل الماتش، هو واحد كما يقول لك عفس على قلبه ولعب، وشفت كونه سما سلامي واللي سابع تاع محمد سليتي كريتهم زاد خرجوا، قلت معناتها باش نزيد نعطي لاصحابي انا اكثر خاطر كونه خرجوا هما ما نجمش تخرج انت، معناتها حبيت نعاون اصحابي البلوس والحمد لله معناتها واحد خرج البلوس معناتها واحد البلوس عاون اصحابه الماكسيموم، هاك شفت معناتها صوت راجع الحمد لله. كانت تجي كرة أخرى يعني تهز الملعب توصل هدف ثاني يعني عن طريق صوت راجع منك أنت، وكرة ضيعها دينيزو في آخر لحظات المقابلة. والله صحيح معناتها شفت تقريبا جاو برشا اوكازيونات ما استغلوا اللي همش، الحاجه برك اللي فرحان بها اللي هو معناتها الاداء نتاع اللاعبيه كونه ما فماش 3 بوان، يقول لك ما فماش 3 بوان والاداء نتاع اللاعبيه فما كثير. سي مختار انت طلبت باش تعرف هذيك هي الكره تاعو، كان سي عارف اللي يحب يدخل ملعب الحمد لله، وقت واحد ياخذ نقطه في القرويه مع التيران كيفاش تدخل واحد معناتها يكون لاباس ان شاء الله معناتها ماتش حماس خصوصا في المنزل هذاك مش نسامحوا فيه. شنو نقص ملعب تونس يعني غياب الانتصارات يعني من مقابله نجم رياضي الساحل؟ والله بينا 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 بين روايحنا معناتها غير معناتها ساعات واحد نخسر لبعضنا نقولوا دراش فما هي صحيح معناتها فما حاجه ما خليناش نماركيو، شفتوا الماتش اللي خليه التذكر عليني وتوا زاد في القروين برشا اوكازيونات ضيعناهم، مي بون توا الواحد يخدم على روحه بالخدمه ان شاء الله الماتش الجاي باش نشوفوا برشا اهداف باش نعوضوهم معناتها ان شاء الله نحاولوا نسيبكم في ماتش اللي خليه وماتش اخر. نشكركم.